Congratulations, you are the PFA. أنت نهائي، أنت الأفضل لاعب في هذا العام. إن هذا شيء كبير ويجعلني أمل وجد، وأنا سعيد بهذه الجائزة. إن رأيي الشخصي هو أنني أفوز بشيء مع هذا الفريق. أنا لا أفكر في نفسي فقط، الشيء الأهم بالنسبة لي هو أن أفوز مع الفريق. نحن قريبين جدا من لعب مباراة قبل النهائي. هل ترى أن فرصكم متاحة؟ ما هي أفضل مباراة؟ كانت مباراة واتفورد. نحن نعلم أنك تعمل بجد، ولكن ما الذي أوصلك لهذا المستوى من الأداء؟ أعتقد أن الفريق أعانني كثيرا، والأسلوب الذي نلعب به يعاونونني في أنني أمرر الكرة كثيرا بشكل كثير. وكلمة عن المدرب، نعم بالطبع الأسلوب الذي نلعب به هو يعود إلى المدير الفني، والفريق أيضا يساعدونني دائما، ودائما يحاولون إيجاد مكاني لتمرير الكرة لي. أنت حققت وسجلت أكبر عدد من الأهداف في الدوري الإنجليزي، ما معنى هذا بالنسبة لك؟ أن أقارن بكل هذه الأرقام وهذه الأسماء التي حققت هذه الأرقام، إنه شيء كبير بالنسبة لي، بل على مستوى العالم. لدي 3 مباريات متبقية، وأود أن أكسر الرقم القياسي، وهو 43 هدف، وأود أن أكسر هذا الرقم. أنت الرجل الذي يفكر في المستقبل، هذا هو السر في نجاحك ربما؟ نعم هذا هو السر. كمل مشوارك بالسكة لسه بأولها، قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها. لو شلت أمانة عارفك قدها وقدودها تشيلها، ما انت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة. السكة لسه بأولها، قول بس يا رب وربنا على خير هيكملها. لو شلت أمانة عارفك قدها وقدودها تشيلها، ده انت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة. مصري 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 مصر، مصر تحيا مصر يا مصر. مصري مصري مصر مصر، مصر تحيا مصر تحيا مصر. استعد تكمل بجد، والحمل لو يتقل عليك ارميه عليا. مدد لك ايديا وجنبك وكمل دوافك، وعارفك من العشرة انك قد المسؤولية. المواطن استعد تكمل بجد، والحمل لو يتقل عليك المسؤولية. كمل مشوارك دي السكة لسه بأولها، قول بس يا رب وربنا على خير هيكمل. لو شلت أمانة عارفك قدها وقدودها تشيلها، ما انت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة. كمل مشوارك دي السكة لسه بأولها، قول بس يا رب هيكملها. لو شلت أمانة عارفك قدها وقدودها تشيلها، ما انت من البلد اللي تملي بتجيب رجالة.